فاكر هتقدر تصد مصود هكرههم عليك يلا سيد يلا سيد لو هنهلوا فيك مش هعيد مش هعيد مش انت اللي عامل عفريت مش انت اللي عامل عفريت هتاخد مصارع بيقفل شوارع وشد انتباه الهجوم لكابتن البرع بأعلى المزارع وبتغزي في ضمانهم رجولة ومجدع وزيته مسمع أخونا الكبير أبو نور شرف بلدنا ومنه استفدنا بنور حبيب الجمهور شرف بلدنا ومنه استفدنا بنور حبيب الجمهور هتاخد كلابك تنفذ كلامك معانا مفيش غلطات بالبصة تتحفز وتبدأ تنفذ كلابنا بالإشارات طب ياللي التغاوي عندنا الجراوي بأرخص سعر في مصر سلالة تشرف تعالى وهتعرف ملناش في شغل الكاس سلالة تشرف تعالى وهتعرف ملناش في شغل الكاس أحلى بنور في الدنيا أبو نور أبو نور